الشعر كاين جوج انواع ديال الطيور، كاين طيور الحب اللي قلنا لهم هما جنس الطرب، وكاين طائر الكوكاتيل اللي هو الكالوبسيت. هادو مشاركين هاد السنه فقط. الاثمنه ديالهم ماشي هي بايضه تماما، الاثمنه على حسب المستويات. دابا الطائر يعني كاين الناس اللي كتعطى الطفرات لكن المستوى ديالها ضعيف، الان الحمد لله ولات المستويات، يعني واخا يكون طائر عادي لكن هي كان المستوى ديالو عادي، يعني عالي شكلا ولونا كما كيبان لك في التحكيم. انا الحكم كينقط الطيور شكلا ولونا، يعني الحجم العرض ديال الراس اللون كل، يعني طفره مثلا الاخضر واللون ديالو سمعتي ازرق واللون ديالو، كل طفره واللون ديالها ولا الحم، يعني الثمن كيبقى على حسب المستوى. هذه اول مره كدار فيها الزكان، كما قلت لك دار سنتين، يعني سنتين 2018 و2019، وكان توقف بسبب كورونا الكوفيد، يعني 2021 و2020. Thierry Dullière, juge français, membre de l'Ordre mondial des juges, spécialisé en psittacidés, c'est-à-dire dans tout ce qui est perruche, perroquet, tous les oiseaux qui ont un bec crochu. Donc j'ai accepté l'invitation de l'AOMO pour venir juger à Agadir et j'ai été très agréablement surpris de la qualité des oiseaux. J'ai l'habitude de juger ce type de concours. La semaine dernière, je jugeais 450 oiseaux, dont 320 inséparables en Libye. La qualité d'Agadir, la force, c'est d'avoir des éleveurs spécialisés dans une race d'oiseaux, qui est l'inséparable de Fischer. Il y a d'autres variétés, mais le niveau aurait sa place dans beaucoup de concours en Europe. Le défaut général de certains oiseaux, c'est qu'ils sont présentés un peu jeunes, mais ça, Inch'Allah, l'année prochaine, ils auront des chances de gagner en concours ou d'être en meilleure condition. Les éleveurs, on voit qu'il y a des éleveurs expérimentés qui ont très bien préparé leurs oiseaux. Pour eux, le concours, ils savent que ça se prépare 2-3 mois avant. Et on voit qu'il y a des éleveurs, certainement débutants, qui attrapent les oiseaux quelques heures avant de les amener pour le concours. Donc ça rend plus difficile l'évaluation de l'oiseau. L'oiseau se présente moins bien. Mais moi, en tant que juge, j'élimine les oiseaux qui ont des gros défauts qui peuvent se transmettre. Pour dire à l'éleveur, tu enlèves ça, ça va au souk, tu ne gardes pas pour l'élevage. Mais il y a des oiseaux, je dois encourager l'éleveur en disant, tu peux faire mieux, le même oiseau peut être meilleur sur le podium dans un an ou après que tu l'aies bien soigné, que tu l'aies bien préparé. Quand je crois المجلس البلدي لمدينة زكان بصراحة استقبلنا واحد الاستقبال، أولا بدا قبل كل شيء، حنا جمعية اللي هي المقر ديالها في مدينة أكادير، هذه وحدة. المجلس البلدي لمدينة أكادير اللي كان قبل، يعني كان الحمد لله كان كيعطينا القاعة، كنا نضمنا جوج مسابقات في مدينة أكادير 2018 2019 بدون يعني أي مشاكل ديال القاعة. كنتفاجئوا في السنوات اللي تبعات 2018 2019، يعني 2022 و 2022 و 2023،
ان نجلس البلدي كيرفض لنا ابسط الامور يعني اللي حنا من حقنا اننا نشدوها اللي هي القاعه. كيرفضوا لنا الطلب ديال القاعه سنتين متتاليه بسبب بدون اي سبب. حنا كيكون عندنا نشاط كيدير سواد يومين او ثلاثه ايام، لكن الله المستعان. نسال الله عز وجل يدير الجميع. مساله اخرى، ملتاج ان المدينه تيزكان صراحه، الجيش الوالد ديال المدينه تيزكان استقبل احسن استقبال وعطانا القاعه اللي الحمد لله الان كتشوف فيها النشاط اللي هو نشاط ولله الحمد من احسن الانشطه بشهاده الحكم، احسن مستويات ولله الحمد. هذا اولا بالنسبه لنا. هذه المسابقه خاصه بطيور يعني بطيور الحب الفيشر ليزان سيباغابل، خاصه يعني الاغلبيه ديال الطيور اللي كاينين في المسابقه هما طيور الحب. الحمد لله يعني مشاركه قويه من طرف المربيين ديال مدينه اكادير. هاد السنه ما كانوش مربيين يعني من مدن اخرى نظرا لبعد المسافه، لكن الحمد لله مدينه اكادير كاين واحد العدد اللي هو عدد كبير، تقريبا اكثر من 450 طائر اللي ماشي ساهله لنا باش تحكم. الحمد لله كما كتشوفوا الان حنا في يعني في التحكيم حكم تقريبا راه لحد الساعه يعني دوز واحد العدد كبير ديال الطيور. ان شاء الله قريب يعني توقفوا على التحكيم باش الغد ان شاء الله نستمروا في هذه المساله ديال التحكيم. مسألة ديال الشروط ديال المسابقة. الشروط ديال المسابقة يعني شروط بسيطة، يعني حنا بالنسبة للمسابقة درناها خاصة بالمنخرطين ديالنا المسابقة ديال هاد السنة، لكن السنة الماضية إن شاء الله غتكون مسابقة يعني مفتوحة لجميع المربيين ديال الطيور في المغرب إن شاء الله. ولما لا يعني إلا لقينا يعني الأبواب مفتوحة ديال السلطات إن شاء الله أننا غنقدمو مسابقة دولية إن شاء الله بمشاركة دولية من دول أوروبية أو دول عربية إن شاء الله. وإن شاء الله يعني كنظن أن يعني غادي يكون يعني خير يعني مع السندات إن شاء الله غادي يعطونا الرخص بإذن الله عز وجل باش تكون واحد المسابقة اللي غتكون مشرفة للبلد ديالنا، لأن هاد المسابقات ديال الطيور راه صراحة بزاف ديال الشباب كيتعاطوا لهاد الطيور اللي هاد الميدان هذا كيبعدهم على بزاف ديال المسائل اللي هي كما كنقولوا فهمتيني هي مسائل خايبه ولله الحمد. لان عندنا مجموعات اننا كنتناقشوا على المستويات كيفاش نطوروا المستويات ديال هاد النوع، هذا ما كاين. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.